جرايه مبسوطه، جرايه مسيد. في ايه؟ انتوا عارفين النهارده الزفت التلات، وانا ما بحبش اصلا يوم التلات. ايه هيبقى لا شغل ولا راحه بال؟ مالكم مش طايقين بعض ليه؟ بص يا ست نعناعة، انا وهي ما ينفعش نقعد في اوضه واحده. يا حلاوتك يا اختي، ليه ان شاء الله شايفه الشقه فيها كم اوضه عشان كل واحده فيكم عايزه لها اوضه لوحدها؟ تكونش فاكريني ورده جزائريه. استحملوا بعض، استحملوا بعض لحد ما ربنا يوسعها علينا كلنا. مش هينفع ست نعناع. سبحان الله ولا اله الا الله، البت يا ست نعناع نسيت نفسها. لا فوق نفسك يا مسخوطه انت، واعرفي انت جايه منين. لا يا حبيبتي، انا عارفه انا جايه منين وعايزه ارجع من مطرح ما جيت. بصراحه كده انا واخده على الوسع وبروح وبجح. والله ما في ابسع من الشوارع. لا 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 لا، مش اصول يا ام سيد. في ايه تغلطي فيها ليه من غير ما تغلط فيكي؟ وبعدين انا مش فاهمه، ما كل واحده فيكم ليها شغلها، ولازم تستحملوا بعض ولازم تحبوا بعض. مبسوطه؟ ايوه يا ست نعناع. انت مش بصراحه مع ام سيد في الاوضه ليه؟ صراحه ما بعرفش انام. ليه؟ دي بتشخر وهي نايمه. انا يا بنت بشخر ولا انت اللي عامله زي انبوبه البوتاجاز المنفسه لما عملتيني؟ جرايه يا ولية ما تلم نفسك. لا 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 لا، المسخره دي ما تحصلش قدام عيني ابدا. ايه؟ انا عارفاك، انا عارفه يوم التلات يوم ما فيهوش شغل وبنقول يوم ويعدي، انما عكنانه وعلى الصبح كمان. بقى اسمعي انت وهي، انا ما اقدرش استغنى عن اي واحده فيكم، لازم تستحملوا بعض وتحبوا بعض. ده انا افرش لها في اي حته وتنام يا ست. لا انا كفايه عليا كده ست نعناع. ام سيد عندها حق، كانت الاوضه ليها لوحدها وخلاص، اتعودت على كده. يعني ايه؟ يعني انا اخد بعضي وامشي احسن. مبسوطه؟ ايوه ست نعناع. استحملوا بعض عشان خاطري، معلش انا هفكر لك في حل صدقيني. طب ما تاخدي لها سكن يكون قريب يا ست، يعني اوضه كده فوق السطوح ولا حاجه، وهي تبقى قريبه ولما تعوزيها اطلبيها ومنه تبقى براحتها. ايه رايك يا مبسوطه؟ اللي تشوفيه يا ست. طيب الحمد لله، اهو كده ربنا فك العقده من عنده، يبقى كده احنا مش ناقصنا غير مطرح قريب وامان. ام سيد تنزلي حالا تجيبي لي سمسار المنطقه وبسرعه.